استقبل معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني في القاعة المركزية برئاسة العامة للحرس الوطني ضباط الحرس الوطني الجدد خريجي كلية علي الصباح العسكرية دفعة رقم 44 وخريجي كلية أحمد بن محمد العسكرية في دولة قطر الشقيقة دفعة رقم 12. وألقى معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني كلمة نقل خلالها تهاني سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني للضباط الجدد بتخرجهم وانضمامهم إلى صفوف الحرس الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى الإنسان ليسلك دروب العلم والتعلم، فكان أول أمر قرآني اقرأ باسم ربك الذي خلق، والصلاة والسلام على معلم البشرية أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المكرمين. قال وقوله الحق المبين: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أبنائي الضباط الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالإنابة عن أخي سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح حفظه الله، وبالإصالة عن نفسي، يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بكم اليوم لنهنئكم بنجاحكم وتخرجكم. نهنئ خريجي كلية علي الصباح العسكرية ضمن الدفعة 44 وخريجي كلية أحمد بن محمد العسكرية ضمن الدفعة 12. أبنائي الخريجين، إن قيادة الحرس الوطني لا تحرص كل الحرص على الالتقاء بالخريجين لتبارك انضمامهم إلى صفوف ضباط الحرس الوطني وترسخ فيهم منذ الوهلة الأولى ما يجب أن يكون عليه العسكريون لا سيما منتسبي الحرس الوطني، وبخاصة غرس عقيدة راسخة للدفاع عن قدسية الوطن وأراضيه وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيه. أبنائي الضباط، من هذا المكان نعرب عن بالغ شكرنا وعظيم تقديرنا للجهود المبذولة من قبل القائمين على التعليم والتدريب في الكليتين العسكريتين اللتين تخرجتم فيهما، مثمنين الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل تهيئة الطلبة الضباط علميا وعمليا. أبنائي الضباط، وأنتم في بداية العهد بالعمل ضباطا في الحرس الوطني، فإنه ينبغي علينا من منطلق دورنا الأبوي قبل القيادي أن نرسم أمامكم الطريق ونحدد لكم إطار الصورة التي نتطلع أن تكونوا عليها من خلال التأكيد على عدة حقائق وتوجيهات. أبنائي الطلبة الضباط، الوطن أغلى ما يمتلك الإنسان، ونحن جميعا نحمل في أعناقنا أعظم أمانة، وعلى أعتاقنا أسمى رسالة، فالكويت أمانة في أعناقنا، ورسالتنا الدفاع عنها والذود عن أراضيها وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها، متعاونين مع زملاء السلاح في وزارة
وزارتي الدفاع والداخلية. ضعوا نصب عينكم البر بقسمكم بأن تكونوا للوطن أوفياء على حقوقه، أمناء ولقائده مخلصين، ولقادتكم مطيعين. استفيدوا من خبرات إخوانكم القادة والأمار، وأدوا أعمالكم ومهامكم التي ستوكل إليكم بكل تفان وإخلاص، واحسنوا التعامل مع الرتب التي دونكم. تسلحوا بقيم ومبادئ وشرائع ديننا الحنيف، وكونوا الصورة المشرفة للحرس الوطني سواء داخل أسوار معسكراته أو خارجها. شاركوا بكل فعالية في التطوير الشامل الذي يسلكه الحرس الوطني لتحديث آلية العمل وفقاً لنهجه الاستراتيجي. وفي الختام نكرر تهانينا لكم ولأسركم، فخورين بكم، فرحين بتخرجكم، دعين الله أن يديم على وطننا الحبيب الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد العام للقوات المسلحة وسيدي سمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما وسدد على دروب الخير والرخاء خطاهما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام الحفل قام معالي الشيخ مشعل الأحمد بتكريم المتميزين من الضباط الجدد.